السلام عليكم البنات الحادقات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله بغيت نشارككم هذه التحليه اللذيذه جدا، تحليه اللي انا وجدتها لواحد العراضه، يعني حطيتها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. كنحطوا الديسير من الاسفل وهي من الفوق. اذا كان عندكم هذا الشكل ديال الطبسيل اللي كيحطوا فيه كتجي زوينه بزاف، بنينه وراقيه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، تابعوني حتى الاخير. فاذا كنتي جديده اختي فاشتركي معنا، مرحبا ألف مرحبا بك. بالنسبه لهاد التحليه كما شفتوا راها كبيره، غادي نحتاج فيها يطرو ونص ديال الحليب، درتو ديجا في الكاسرونه. الا بغيتو ديروا غير وحده صغيره قسموا المقادير، يطرو ونص حليب، 4 ديال المعالق كبار ديال النشا، سكر حسب الذوق. انا غادي نستعمل تقريبا واحد الكاس، يعني واحد 10 ديال المعالق هكا على حسب يطرو ونص حليب. غادي نستعمل 4 ديال الفلون، انا استعملت هنا الفلون تاع الفاني، كل وحده اللي كتجي في نص سترو حليب. استعملت 4 فلون فاني، كل وحده كتجي في نص سترو حليب اللي كتستعملوها نتوما. واستعملت 4 ديال الياغورت نتاع الكراميل. هاد التحليه غادي تكون ذوق الكراميل، 4 ديال الياغورت نتاع الكراميل. انا ما استعملتش فلون كراميل باش ما يجينيش لوغو قوي، فدرت فلون فاني وياغورت كراميل. اتفقنا؟ نمشيو للطريقه. كنخلطوا كل شيء على البارد، داك الحليب كنزيدوا عليه السكر. الا كنتو تبغيو الحلاوه فغادي ديروا اكثر من كاس، ديروا واحد كاس ونص. بغيتوها تجيكم نيشان نديروا كاس. انا درت 10 ديال المعالق وزدت 4 ديال المعالق معامرين مزيان ديال المايزينا، وكذلك غادي ندير داك الفلون اللي قلت لكم، 4 ديال الساشيات نتاع الفلون. ما نقولكمش الغرام، لحقاش كل مدينه كيفاش كيكون في الغراماج ديال الفلون ديالهم. المهم ان كل ساشيه كديروها في نص سترو حليب اللي كتستعملوها دائما. صافي، خلطت كلشي على البارد. بالنسبه للصينيه اللي غادي نستعمل، غادي نديروا لها واحد الكراميل ضروري. الا كان عندكم الكراميل جاهز استعملوه ديروه، انا غادي نستعمل كراميل نصاوبه، غادي ندير غير السكر بوحدو. خديت نفس الصينيه اللي غادي نشكل فيها ندير فيها هاد الديسير، رشيتها بالسكر واحد نص كاس سكر، ودرتها على العافيه كما شفتوا، ماشي حطيتها، بقيت كندير من الفوق هكا وانا كندور. علاش؟ لحقاش هاد الصينيه خاصه بالفران، خفيفه، ما نقدرش نحطها على النار مباشره. احسن انا كندير هاد الطريقه، احسن ما ندير كراميل في المقله ونخويه يلصق لي غير في بلاصه وحده. كندير هكا حتى كيتوزع لي كامل داك الكراميل، نحيدو على جانب، من اللي كيدوب كامل نحيدو على جانب. ورديت هذيك الكاسروره اللي درنا فيها الحليب والنشا والسكر والفلون على النار، وانا مع التحريك ما نحيدوش يدينا. الا حيدتو يديكم غادي تحرق لكم من الاسفل ويدير لكم كويرات هكا كحل في الخليط. ديما تبقاو تحركوا حتى تحسوا بالخليط ديالكم كيغلي وكيتقال، ملي كيتقال كيولي كريمه، عاد غادي نحيدوه على العافيه. ملي تقال لي الخليط كما راكم تشوفوا حيدتو على العافيه، وزدت عليه 4 ديال الياغورت تاع الكراميل، وخلطت مزيان مزيان حتى كيدوب تماما. وجبت الصينيه اللي درت فيها دوبت فيها داك الكراميل هذاك، وخويت فيها الخليط. علاش كنديروا هذاك الكراميل في الصينيه؟ باش يسهل عليكم انكم تقلبوها، الا ما درتوش غادي تلصق لكم وما غاديش تنجح لكم. درت خويت الخليط ديالي كامل، غادي نخليه يبرد تماما، عاد ندخله للثلاجة يشد مزيان روحو واحد جوج سوايع على الاقل، عاد ونتلاقاو مع بعضياتنا باش نقلبوه ونقدموه للضيوف ديالنا. وهي تحليه كما شفتوا سهله وتعطينا نتيجه زوينه. صافي، ملي بردت راه ديجا كما تشوفوا داك الكراميل كيطلع، يعني راه سهله باش نقلبوها وما غاديش نلقاو فيها مشكل. خديت طبق التقديم وقلبتها بهذا الشكل هذا، ونحيدوا المول ديالنا بكل سهوله. الا كنتو درتو شي مول نتاع السيليكون ولا، ذوبوا السكر في مقلاه وخويوه فيه. صافي، هذا هو النتيجه الزوينه النهائيه. غادي ندير عليها واحد الخطوط ديال الكراميل هكا من الفوق، وغادي نرش عليها شويه نتاع اللوز اللي مهرمج او شويه مطحون، نرشو عليها من الفوق باش يكون عندنا شي حاجه كروكون.
صافي، وهذه هي التحلية اللي شاركتها معكم اليوم. ضروري تجربوها، راه كتجي كتحمق البنات كما قلت لكم، خاصة يكونوا جايين عندكم ضياف وتقدموها في الاخر، كتجي شي حاجة راقية ولذيذة في نفس الوقت. نتمنى تعجبكم هذه الفكرة وتجربوها. الى عجبتكم خليوا لي لايك، خليوا لي تعليق زوين، وبارتجوا الفيديو مع اللي عزيز عليكم. اللي عندها الانستغرام تنضم للصفحة ديالي شهيوة صفاء، نتعرفوا على بعضياتنا اكثر وتبارتجي معايا التطبيقات ديالها. فنقول لكم غير خليتكم على خير، وإلى اللقاء في فيديو جاي.